هتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنة. يا مين مغربي؟ تعال خده. استنى استنى. طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمة لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا. بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا. تاج وكل اللي أنت عايزه. عيني. يلا خش خش خش. حلو قوي الولاد هيفرحوا بيكوا جدا انا مبسوط والله العظيم خدهم يا مين على الحجز طب ما نصور شويه صور كمان كده يعني اوضاع مختلفه امشي امشي جميله جميله حلوه الولاد هيفرحوا بيها جدا ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو ادخل ايه ده هم لحقوا يشيلوا البسين اللي كان هنا انا كنت هموت واستحمى اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف ما هو ممنوع برضو بسين جوه الزنزانه تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه الحمد لله قاعد انت اهو تلاقي حيانا حلو اللي انت عملته ده عملت ما عملتش حاجه انت سمعت ايوه انت لسه عم يلا حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني لا انا ما عملتش كده يا ابني انا سامعك بودني بس 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 مش بقول لك تعالى تلاقي حيانا انت اهو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مين ده هاني ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركن يعني لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه يلا يا خفيف انت هو كل واحد يقلب نفسه يلا يقلب نفسه ازاي يعني كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه ظريف ظريف وخفيف يا تصدق انت كبرت في نظري قوي خلص نفسك طالع اللي في جيبك يلا امني طالع اللي في جيبك حاضر من عينيا اتفضل محفظتي ايه انا معيش حاجه لا يعني ايه معيش حاجه اديله اي حاجه معيش حاجه اديله مراتك اديله كليتك طب استنى بص بقى شفت معايا ده يا اختي جميله عسل اهو كده بقيت معلم بصحيح ماشي مع المعلمه لا ماشي مع الجربيه البستاج طب يلا انت هو تلاح هنا شوف بقيت معلم السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره خلص طيب ماشي بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه يلا يا مسهوكه يا اختي يلا يلا انت مسهوكه قال لك انت مسهوكه يا اهلا يا الف اهلا وسهلا شرفتوا يلا يا خاين وايه الجديد بتبلغ عننا يا ضاحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي هتونسوني. ايش؟ مسيرها تروق وتحلى. لا. وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي. لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره. انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه يا ضاحي. ايوه يا معلم حسين. ونفسي الجزمه عاد. والله ما لحقت يا معلم. الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه خلاص نفسك عاد حاضر يا معلم حسين انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45 لكن 145 والله ما شفت واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا والتانيه ماجرها للطلبه المغتربين انت طلعت مسخه بقى وبتمسح الجزم اخرس انت والطاري اللي معاك طاري انا مبقتش طري لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه من النهارده انا ما اسميش سيف من اسمك ايه ناصر الدسوقي بس يا بابا بس يا بابا حبيبي روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي ما توجعليش دماغي يلا اخويا رب عيالك رب عيالك تتحداني يا ضاحي ايه تتحداني اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها معايا هاني سيبني انا احكم طول عمرك نادلي يالا الرهان يا جماعة مش أقل من السيجارتين تقولي اي حاجه يا شيرين هقول ايه في الظروف دي معرفش قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده انا خايفه لا بقولك ايه انا مش عايزاكي تخافي فكي كده لسه قدامنا 120 سنه سجن لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده
انا عايزه بس اقعد. ما تلمي رجلك يا بنت، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول، ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا قولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسه لكم التيه ده ابقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفينا يا اخي، انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم بقولك هزي ما انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا يا بنت انت وهي وسعيلها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا شوية. صباح خالتي الحقيقة يا خالتي، هي الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود أسود. دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجالة، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجاله، كده بقى هننتقل للمستوى الاصعب، للمستوى الاخطر، للمستوى الاشرس. هنلعب عاميه. عاميه؟ ايوه. ابدا. ابدا. ابدا يا ام سيف. حاج سعيد انت اتنين بوسطن؟ ايوه. ماشي. انت واحده بالمونت انت. سيف. ماشي. ابدا. ابدا. ابيكا عاميه. ابيكا عاميه. ابيكا عاميه. أبيك عامية. 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 أبيك